زي ما قال فاروق، يعني ايه جبر الخواطر؟ دايما يقولوا لنا كده جبر الخواطر على مين؟ على ربنا. على ربنا. بس احنا محتاجين نعرف بس يعني ايه جبر الخواطر. عفوا. نقسم اللي هي يعني الجمله دي كلمتين اتنين، عندي حاجه اسمها جبر وعندي حاجه اسمها الخاطر اصلا. فالجبر ده لو احنا نرجع بقى للاصل هنلاقيها جايه من اسم الجبار، اسم ربنا. واحنا اول ما يطلق نقول ايه خلي بالك من ربنا ده هو الجبار، فانت ايه يحصل ايه؟ بتخاف. بتخافي طبعا. ده معنى من المعاني. لكن معنى التاني اللي هو بيجبر الالم. اللي هو بيجبر الالم، يخلي بيعالجه يعني، بيعالج الالم. اللي هو بيشفي المريض، اللي هو بيغني الفقير. حتى العلماء يعرفوا كده معنى الايه، معنى الجبر او الجبار من اسماء ربنا. ولذلك احنا محتاجين ان احنا نتعرف على اسماء ربنا، لان اسماء ربنا بتتكون من اسماء جلال اللي هو الخشيه والعظمه والخوف ده، واسماء حاجه اسمها الاسماء الايه، اسماء الجمال. من ضمنها اسم الجبار ده بيشتمل على الايه، على الشقين، جمال وايه وجلال. الحاجه الثانيه بنسمى كده اللي هو تصحيح المكسور. حتى كده يقول لك ايه، احنا عندنا جبر الايه لما يجي في المسائل الرياضيه نلاقي في مساله مثلا يقول لك انت بتجبر المساله دي او الرقم ده اللي هو المكسور ده، بتخليه واحد صحيح. فانت اللي هو جبر الشيء المكسور، واخد بالك؟ طيب ده بمعنى الجبر. ايه خاطر بقى؟ الخاطر ايه؟ اي حاجه بتدور داخل الانسان. انا عندي مشاكل ماليه، عندي مشاكل صحيه، ايه اللي بيصاب الانسان؟ بيصاب بايه؟ تلاقيه بقى مهموم كده ومغموم وبتاع. اول ما واحد يقول له كلمه تفرحه، خبر يفرحه، فتلاقيه كلمه حلوه، الكلمه الحلوه اللي هو البسمه بقى، الكلمه الحلوه، مساعده، كل ده من باب اسمه جبر الايه، جبر الخواطر. فتلاقي الانسان بيتبدل بقى حاله، بيتبدل الى 180 ايه درجه. فتلاقيه من حاجه اللي هو الهم، من حال الى حال، الحال الى حال. هو ده اللي احنا عاوزين نوصله.